أهمية الاحتفالية اليوم المرأة صانعة السلام؟ يعني الاسم نفسه جميل الحقيقة، المرأة صانعة السلام، واحتفالية كبيرة ومهمة جدا جدا، مشارك فيها أكتر من عنصر الحقيقة، وكمان إن هيعلن فيها نتائج المؤتمر اللي حدث قبل كده بهذه المناسبة يعني. وإحنا كدار أوبرا طبعا بيشرفنا جدا وجود هذا المؤتمر والحفل عندنا ومشاركتنا فيه، وبنقدم حفل فني بنعرض فيه أو بنستعرض فيه بانوراما وطنية جميلة لأهم الأغاني الوطنية المصرية. هل القوى الناعمة بالفعل تحارب الإرهاب؟ ما فيش شك طبعا يعني، بس هو يجب انتشارها أكتر طبعا، وأعتقد أن كل يعني من في الدولة بيعمل على هذا، أن تبدأ النشاطات والفعاليات الفنية والثقافية والتنويرية تتم بشكل مكثف في جميع محافظات مصر. دكتورة إيناس عبد الدايم، دائما داعمة للمرأة، الفترة المقبلة إيه الأجندة أو الأولويات في دعمها للمرأة؟ احنا نشاطنا كله بيحتوي دايما مشاركة المرأة بشكل كبير جدا جدا، ولكن عندنا الحقيقة مجموعة صالونات ثقافية، مجموعة ندوات، ومجموعة أمسيات خاصة بالمرأة على مدار العام كله. رسالتك لنساء مصر؟ يعني أنا بفتخر أن أنا سيدة مصرية، وأعتقد أن كل سيدة مصرية بتفتخر، ويعني أتمنى التمكين والتوفيق لنا كسيدات في هذا المجتمع أكتر. المرأة صانعة السلام حدث مهم جدا جدا جدا، وشكرا لأنه هذا العام فعلا هو عام المرأة المصرية بتوجيه من السيسي. سعيدين بالمرأة المصرية وسعيدين بهذا اليوم وبهذا العام للمرأة المصرية والمرأة السورية كمان والمرأة العربية. يعني لما بتنجح امرأة في مكان ما رح تنجح في كل مكان بالعالم. لابد من هذا الدعم للمرأة، لأن المرأة هي ليست نصف المجتمع فقط، بل هي كل المجتمع، لأنه هي اللي بتبني، هي اللي بتأسس، هي اللي بتربي، هي اللي الأم اللي بتبني الأجيال القادمة، وهي التي تربي الرجل اللي حيكون حاكم في المستقبل أو قائد أو شيء مهم في المجتمع. فهي الأم، هي الزوجة، هي الابنة، هي الحبيبة، هي الأخت، فعليها مسؤولية كتير كبيرة، لابد من مساندتها لحتى تقوم بهالمسؤولية على أكمل وجه. هل يمكن بالمرأة والفن أن نحارب الإرهاب؟ طبعا طبعا، الفن يحارب الإرهاب، المرأة تحارب الإرهاب، الرجل، وتكاتف العناصر كلها من خلال الفن أو من خلال المجتمع أو من خلال المهرجانات أو من خلال المواقف، أكيد كله بيحارب الإرهاب. رسالتك لصناع القرار؟ رسالتك لصناع القرار؟ رسالتي لصناع القرار، صناع القرار بالنسبة للمرأة، صناع القرار أكيد لازم يدعموا المرأة، لازم تكون المرأة موجودة بمراكز قيادية لأنه قادرة على القيادة، وخاصة إذا كانت مثقفة وتحمل الكثير من الحكمة اللي بتوازن فيها بين القلب والعقل، فحتكون امرأة ناجحة جداً.